ازيك يا عمو؟ احنا اسفين جدا اذا كنا جينا من غير ميعاد سابق، بس احنا بنعتبر نفسنا اهل. ده بيتك يا جورج، ليه التعب ده؟ اتفضل اتفضل. احنا ما باركناش ليك على المخبز، احنا مقصرين في حقك يا مرقص. ما تقولش كده يا جورج. ازيك يا هاني؟ ازيك يا عمو؟ ما شاء الله، عايزين نفرح بهاني بقى يا عم جورج. ما احنا جايين النهارده عشان نفرح بيه يا مرقص. يا عم مرقص، انا يسعدني ويشرفني ان انا اطلب ايد الانسه مريم بنت حضرتك. انت بتقول ايه؟ بنتي انا؟ ما انا عارف انها لسه ما خلصتش جامعه. احنا هنعمل جبنيوت بس، بعد كده هاني هيستناها لغايه ما تخلص دراستها. جبنيوت مين؟ ما تهدى يا مرقص، قلنا جبنيوت بس. الولاد يلبسوا الدبل لبعض والبنت تاخد شبكتها، بعد كده باسبوعين هنعمل نص اكليل، وبعد كده هاني بقى يستناها على مهلها لغايه ما تخلص الجامعه بتاعتها، وبعد كده نعمل اكليل. ولا نص ولا ربع ولا جبنيوت، انا بنتي مش هتتجوز دلوقتي خالص. انت بتعمل كده ليه يا مرقص؟ ابني هاني ايه اللي عيبه؟ ما ينفعش ما ينفعش يا جورج، اللي في دماغه ده تشيلوه خالص. يا جماعه في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ صوتكم جايب اخر الشارع. تعال احضرنا يا شيخ حسن، الاستاذ هاني جاي يتجوز بنتي، بنتي انا. وفيها ايه يا مرقص؟ احنا جبنا لك من بعد يا راجل. خلاص يا مرقص، اذا كنت عايز البنت تكمل تعليمها ما تعمل جبنيوت. ده هيقول لي جبنيوت برضو. انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. خلاص يا جورج، سيب الموضوع ده عليا انا، مرقص اصله اعصابه تعبانه شويه، مشاكل المخبز ما بتخلص. متشكرين يا مرقص، متشكرين قوي. يلا هاني يا ابني يلا بينا. هتاخد ايه معاك؟ ايه خد. هو الراجل قال هيتجوزها، ده هيعمل جبنيوت. جبنيوت ايه بس يا شيخ حسن؟ انا مش فاهم ايه اللي مضايقك من الجبنيوت يا مرقص. انا عمري ما شفت حد زي ده في الدنيا. انا بشكر الله ان موضوع زي ده ما تمش، كنا هنناسب راجل زي ده ازاي؟ انا عارف هو عامل كده ليه يا بابا. العروسه مشغوله، في حد مالي دماغها. لو كان في حد تاني كان ابوها قال، انما ده رفض من الباب للطاق. ما هو ما يقدرش يقول. ما يقدرش يقول ليه؟ علشان اللي مالي دماغها يبقى عماد ابن الشيخ حسن. عماد ابن الشيخ حسن دي مسيحيه وده مسلم، انت اتكلمت. وعم مرقص لما حب يشارك شارك مين؟ مش شارك الشيخ حسن وفضله عليك انت يا بابا؟ الكلام اللي انت بتقوله ده خطير يا هاني، ما تولعش الدنيا. ماشي، بس الايام هتثبت لك ان انا صح. يلا يا جرجس يلا. انا جاهز اهو يا بابا. عاوز اجي معاكوا القداس. خليك انت بتهدى، هنصلي لك انا وجرجس. مش قادر اسمع الاذان وانا قاعد هنا يا زينب. وصلي هنا في البيت وربنا يتقبل صلاتك يا محمود. بس صلاه الجامع وحشتني، وبالذات صلاه الفجر. اوعى حد يشوفك يا بولس، ربنا يحافظ عليك. اوعى حد يشوفك وانت داخل الجامع. ربنا هو المعين يا زينب. صباح الخير يا مرقص. ازيك يا شيخ حسن؟ على فين العزمي بدري كده؟ رايح اصلي. واحنا كمان رايحين نصلي. طب اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل. هو انت هتصلي الفجر فين يا شيخ حسن؟ في الجامع. ايوه، في انهي جامع؟ معرفش اصلا، لسه جديد في المنطقه الحقيقه. ما تعرفش هنا الجامع فين؟ على الشمال في اخر الشارع ده. صحيح، ده اللي قدام الكنيسه. ايوه. يبقى طريقنا واحد. اتفضل يا هورس. اتفضل. لا والله اتفضل انت يا شيخ حسن. اتفضل حضرتك. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل.
اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل حضرتك. اتفضل يا حسن. اتفضل، احنا هنشوف بعض. يلا يلا. فين؟ يلا. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. اتفضل. اتفضل اتفضل يا مرسي. اتفضل. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا يا رب الحال في كل مكان، يا مالي كل مكان ولا يحويك مكان، قلوبنا المنكسرة والمتواضعة لا ترزلها يا رب، ارحمنا واغفر لنا خطايانا. ليترأف الله علينا ويرحمنا ويظهر وجهه علينا ويباركنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا العذراء القديسة مريم. امضوا بسلام. سلام الرب معكم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. بقول لك ايه يا شيخ حسن، انا عندي سؤال كده عايز اسالك فيه. اتفضل يا مرقص. افرض انك كنت مسيحي زي كده. نعم. يعني بقول افرض يعني والظروف خليتك تصلي في الجامع، هل ربنا يقبل صلاتك؟ اسمع يا مرقص، عندكم في الانجيل ايه بتقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم، يعني الرب في كل حتة، الرب جوانا يا مرقص. يا بنتي فيلم جامد جدا، ممكن تسمعي كلامي ونخش من 3 لـ 6؟ أنا اتفقت مع أحمد ونانسي خلاص. طيب أنا خلاص محاضرة وأجيلك. ماشي. باي. باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عماد حسن العطار؟ أيوة. ابن الشيخ حسن العطار. أيوة. ده وقتنا وراك يا شيخ. أيوة. أنا عبد النبي طه، مقرر أسرة شباب الإسلام. أيوة. أنت عارف يا أخ عماد أن انتخابات اتحاد الطلبة الأسبوع اللي جاي. أيوة. وإحنا بنكون الكوادر المهمة اللي هتكمل المسيرة بتاعتنا بعدنا إن شاء الله. أيوة. إحنا عاوزينك معانا. أيوة. وكمان عاوزينك ترشح نفسك من خلالنا في أسرة شباب الإسلام. مين بقى المسؤول هنا؟ أنا. طب اعمل لي محضر غلق وشمع لي الفرن ده وهاتولي المدير. مين فيكم المدير؟ أنا.
يا باشا انا المدير، انا اللي مسؤول هنا. يا اخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده، دي قضية يعني فيها غرامة وحبس وكل اللي نفسكوا فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. يا الله اتفضل حضرتك، اتفضلوا كلنا، كلنا اتفضلوا مع بعض. الو، وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار قوله حسن، حسن حسن العطار. دي مش حياة يا مختار، انا مش حاسه يا اخي ان انا ست متجوزه، كله شغل شغل شغل، يا اما في مأمورية يا اما في اجتماع يا اما في الوزاره. خلاص خلاص يا امينه، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار انت في واحده تانية في حياتك. واحده تانية ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الاحق على واحده تانية في حياتي؟ وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو قاعدين لوحدنا، قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشي، 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 تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك، مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بولس، اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بولس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوكي ما تفهمينيش غلط، اهدي. الو، ايوه يا اخ بولس. احنا في البوكس يا باشا وطالعين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشاغلك كتير وربنا يكون في العون، بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا 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 ما تقلقش، انا هكلمهم، الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار، انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. امينه امينه استني بس، امينه استني. الو، مين عايزه؟ قول له مرقص، مرقص عبد الشهيد هو عارفني. يا امينه اسمعيني، اسمعيني يا امينه، انت مش فاهمه حاجه، سيبيني افهمك. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا زفت؟ تليفون تاني عشانك يا باشا، بس المره دي اسمه مرقص، بس بيقول لي اقول لك ان اسمه محمود. كمان محمود؟ امينه امينه استني بس. ايوه يا استاذ مرقص، قول له الاستاذ محمود يقول له الاستاذ بولس ان الباشا مش فاضي دلوقتي، وتصرفوا انتوا مع بعض. خد الاثنين دول على الحجز عشان بكره هيتعرضوا على النيابه. تحت امر سعادتك يا باشا، تحت امر سعادتك. يلا يا اخويا انت اهو قدامي على الحجز، ما تيلا يا حبيبي انت اهو.